مشاهدينا سعد الله اوقاتكم، اهلا بكم الى هذا المواد الاخباري. في المستهل عاد اليوم الى ارض الوطن ابناء الجزائر طلبه المدرسه الوطنيه المتعدده التقنيات بوهران بعد تفوقهم عن جداره واستحقاق في مسابقه علميه ضمن نهائيات المسابقه العالميه سباي سبورت امريكا كوب 2023 بنيو مكسيكو بالولايات المتحده الامريكيه. النبغاء الجزائريون تمكنوا بتحدي كبير من رفع الرهان واطلاق صاروخ تجريبي بعد اجتياز كل فحوصات الامن والجوده بنجاح. المسابقة التي تم تنظيمها من 19 إلى 24 جوان الجاري. Launching in 5, 4, 3, 2, 1. Smoke and fire. عرفت مشاركة 150 فريقا من 34 دولة من العالم. إلى البقاع المقدسة الآن، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى مع بداية ثاني أيام التشريق، ليتوجه من تعجل منهم اليوم إلى الحرم المكي ليطوف طواف الوداع ويغادر مكة المكرمة قبل غروب الشمس. فيما يواصل بقية الحجاج أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث بمشعر منى يوم غد 13 من ذي الحجة، هو آخر أيام التشريق قبل العودة إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع ثم المغادرة بعد إتمام الحج. يكتسي عيد الأضحى صبغة اجتماعية تميزها صور الترابط والتكافل والتغافر بين أفراد المجتمع، كما يقترن ذكر عيد الأضحى إلى جانب العبادات بعادات وتقاليد أهمها تحضير أشهى الأطباق التي تعتمد على لحم الأضحية، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى نظرا لما تسخر به بلادنا من تباين في المناطق وثراء في الأطباق. وعيد الأضحى هو أيضا فرصة للعائلات للترويح على النفس من خلال الخروجات إلى فضاءات التسلية لتكتمل الفرحة والبهجة خاصة لدى الأطفال في هذا اليوم المبارك، فيما يختار البعض الشواطئ كوجهة مفضلة ومريحة يبحث فيها عن السكينة والهدوء بين الرمال الذهبية والشواطئ الفيروزية. وري ثار بعد ظهر اليوم الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة جثمان المجاهد والعقيد السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليم سعدي الذي وفاته المنية عن عمر ناهز 87 عاما. وحضر مراسم تشييع الفقيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة وعدد من المجاهدين ورفقاء المرحوم وأقاربه وجمع من المواطنين. نودعه ونحن على بعد أيام قلائل من إحياء الجزائر لذكرى استقلالها التي كان سليم عليه رحمة الله من الثلة المباركة من الشهداء والمجاهدين التي نالت شرف المشاركة في صناعة تلك الملحمة البطولية، ملحمة الاستقلال الوطني، وصياغة صفحات مشرقة من تاريخ النضال والكفاح في سبيل الحرية واستعادة السيادة الوطنية. إن لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيد. إلى موضوع آخر الآن، وعلى خلفية الحادثة الإجرامية بفرنسا تتواصل موجة التنديد والغضب العارم في العديد من المدن والشوارع الفرنسية. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين خلفت العديد من الإصابات والاعتقالات، فيما فرض حظر التجول ليلا بثلاث مدن قريبة من العاصمة باريس. إيمان بن ملو تفصل. لم يهدأ الشارع الفرنسي منذ 4 أيام على خلفية مقتل الشاب نائل ذو 17 ربيعا من طرف عون أمن فرنسي عند نقطة تفتيش مرورية. فالاحتجاجات توسعت إلى مدن عدة، أفضت إلى مناوشات وصدامات بين الشرطة والمحتجين، تم خلالها توقيف أكثر من 660 شخصا قبل أن تشرع قوة الأمن الفرنسية في إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس. في
بغضون ذلك، وجه المدعي العام في ضاحية نونتيغ تهمة القتل العمدي للشرطي الذي أطلق الرصاص على الشاب نائل من على مسافة الصفر، منوها أن النيابة تعتبر شروط استخدام السلاح لم تتحقق لإشهاره على الضحية، كما أمر بوضع الشرطي الحبس الاحتياطي وفتح تحقيق قضائي بشأن الحادث. لتتصاعد التوترات في وقت مبكر من نهار اليوم بإضرام المحتجين للنيران تعبيراً عن سخطهم لمقتل الشاب، فيما نشرت السلطات الفرنسية عشرات الألاف من أفراد الشرطة لقمع المتظاهرين. هذا وتتابع الجزائر باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل الذي قتل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية في أوقات الشدائد والمحن. إلى أحوال الطقس الآن، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الشرقية والجنوبية اليوم إلى غاية الساعة 9 ليلا. تساقط الأمطار يخص ولايات أم البواقي، خنشلة، تبسة، الجلفة، النعامة، البيض، الأغواط، برج باجي مختار، إنجزام وتمرست. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أكد ممثل جبهة البوليزاريو بإسبانيا أن الجبهة تطالب بشكل صارم أي حكومة إسبانية بالوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها بخصوص الصحراء الغربية، داعيا إلى إلغاء موقف رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز الذي يتعارض مع الشرعية الدولية ويدعم السياسة التوسعية للمخزن. ميدانيا، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبية الصحراوي بقصف عنيف ومركز تخدقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حسب ما أفاد به بيان عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية. في فلسطين المحتلة، أصيب فجر اليوم شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني قرية بورين جنوب نابلس، حيث أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما اعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى شمال غرب وجنوب نابلس اندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين. ونختم الموعد الإخباري من المسجد العتيق بولاية سعيد. المسجد منارة دينية توحي كل زاوية من زواياه بقدمه وعراقته، صمم وفق الطريقة المعمارية العربية الإسلامية باستعمال الحجر المصقول، وهو أجود مواد البناء في ذلك العصر. ولا يزال المسجد العتيق صرحا دينيا ومعماريا شامخا يغرس مبادئ ديننا الحنيف لدى الناشئة، محافظا على تراث المدينة وهويتها وأصالتها. تقول سارة صري محمد: اختلف المؤرخون على تاريخ تشييده بين سنتي 1814 و1895 ميلادي. بني دفاعا على محاولة طمس الهوية والدين الإسلامي في وجه حملات التبشير المسيحية، وبمبادرة من أهالي المنطقة بني المسجد العتيق بمدينة سعيدة. كان أول مدرسة في سعيدة، هو اللي كان منها الصلاة، منها التعليم، منها كلش. كان كل شيء غير هنا في المسجد تاعه. وكانوا في شيوخ كبار هنا في المسجد هذا، الله يرحمهم، الله يرحم الشهداء. المسجد العتيق كان مهد للثوار، وكانوا هنايا، كانوا هنا الثوار المجاهدين، اجدادنا كانوا هنا يتحاوروا كيف يطاردوا هذا المستعمر الغاشم. صمم بنمط إسلامي مغاربي أصيل من قبل مهندس معماري إيطالي، محافظا على بساطته وروحانيته. هذا المسجد الذي تزينه هذه الزخرفة الإسلامية التي يعود أصلها إلى التاريخ العثماني. هذا المسجد وقت الاحتلال كان مركز تاريخي، وكان المجاهدون يتواجدون بالمسجد العتيق من أجل التواصل مع عائلاتهم، ومن أجل تقسيم الأموال على الأرامل والمساكين والفقراء. يروي المسجد العتيق بهندسته وتاريخه عراقة ولاية السعيدة التي توالت عليها حضارات في حقب زمنية عدة تركت كل منها بصمتها الخاصة. نهاية المواد الإخبارية، المزيد من الأخبار على رأس السنة. يا ملك.